احتفالا بذكرى ميلاد الأمير الجليل مولاي الحسن، نظمت جمعية بوجدول للرشاقة المدنية والرياضة تحت شعار أشراف الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوترية والرشاقة البدنية والهيب هوب والأساليب المماثلة النسخة الثانية من دوري كأس مولاي الحسن للرياضة الرياضات الوترية والرشاقة البدنية. تفاصيل أكثر عن هذه التظاهرة الرياضية مع بعثة القناة من بوجدور فاطمة الزهراء الفحص، أحمد هبان، محمد شارع، وجمعة أزهر. هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي احتضنت نسختها الثانية مدينة التحدي بوجدور جرت بالقاعة المغطاة للمدينة وبحضور وفد رسمي ترأسه عامل الإقليم. الحفل شهد عروضا فنية لمختلف الفرق المشاركة في رياضة الأيروبيك، الفيتنس والهيب هوب التي لاقت استحسان الجماهير. كتعجبني هذه الموهبه بانها تدخل في اطار الموسيقى، وكنشكر كاع اللي نظموا هذه المسابقات، وكنشكر السيده سيده بولعود، وهذه اول مره نجرب بوجدور وشاركت فيها وربحت. وكنصح كاع الاطفال بانهم يديروا هذه الرياضه لانها رياضه كتكون فيها روح رياضيه. بلونتير اللي تندير في لاصال وهذاك الشيء كامل اللي والاساسيه اللي عاونوني في الشيء اللي هاد الهيب هوب، وتعجبني هاد الموهبه ديال الهيب هوب، وبهذه المناسبه ديال دوري مولاي الامير مولاي الحسن نصره الله، نشكر جميع الناس كل ما يشاهدون ما يشاهد. منافسات النسخة الثانية من دوري مولاي الحسن شهدت مشاركة مكثفة قدرت بحوالي 85 مشاركا من مختلف الأصناف المدرجة في برنامج الدوري داز الأيروبيك والرشاقة البدنية والفيتنس. المنافسة كانت قوية بين مختلف النوادي الممثلة لمدن الرباط، السلة، الدار البيضاء، مكناس، المحمدية، القنيطرة، أكادير، طنطان، العيون وبجور ومدينة الدخلة. أفرزت النتائج النهائية تألق عدنان الفاسي من مدينة الدخلة الذي توج بصنف البريك دانس فردي، وإسماعيل الملكي ابن مدينة بجدور الذي فاز بذهبية صنف الهيب هوب. سيطر فريق الجيش الملكي على المراتب الأولى في الفيتنس والإيروبيك وتوج بكأس مولاي الحسن. طبعا اليوم احتفلت بذكرى الامير جليل مولاي الحسن، وتم تنظيم طبعا قلب بوجدور، هذا فخر لنا. الدوره الثانيه لدوري كاس مولاي الحسن بعد مدينه سلا في الموسم الماضي، وكيف ما شفتوا اليوم حضروا معنا مجموعه من النوادي على المعروفه على الصعيد الوطني في رياضه الايروبيك والفيتنس والهيب هوب والبريك دانس، ومجموعه من الاصناف اللي كتمارس في الجامعه، وكانت المنافسه قويه. وبهي المناسبه كنهنوا نادي فريق الجيش الملكي اللي فاز بالكاس، لانه ليس بجديد على فريق نادي الجيش الملكي، فريق قوي. وكذلك كنهنوا مجموعه من المشاركين الاقاليم الجنوبيه اللي حصلوا على ميداليه ذهبيه كمدينه الداخله ومدينه بوجدور، وكذلك فضيه لمدينه اكادير، وهنيئا كذلك لمدينه الداخله النحاسيه. وبالنسبه لهذه الدوره هذه الحمد لله كان تقييم ديال المشاركين جد معقول ومزيان بارابور للسنين اللي كانوا فاتوا الدورات الفايته، الحمد لله كان لمسوا بانه كان تقدم ملحوظ. جيت لهذه البطوله باش المهم نطور المهارات ديالي، ورغم المنافسه كانت قويه بزاف تمكنت بانني باش نطلع الفينال ونديها الحمد لله. هنيئا اذا لجميع الفائزين خلال هذه التظاهره الرياضيه الخاصه برياضات الايروبيك، الفيتنس، الهيب هوب والبريك دانس. اصناف رياضيه اصبحت تستقطب اهتمام ساكنة الاقاليم الجنوبيه من خلال اقبالهم الكبير عليها ورغبتهم الملحه في المشاركه ضمن مسابقاتها.
وفي سياق متصل تم تنظيم تدريب وطني في رياضة الأيروبيك لفائدة نساء وأطفال مدينة بوجدور الذين توافدوا بكثرة أي بالقاعة المغطاة بمدينة بوجدور للاستفادة من ظروف خاصة لهذه النوع الرياضي الذي تحاول الجامعة الوصية على هذا النوع الرياضي ترسيخ المفاهيم الصحيحة والسليمة لهذه الرياضة لفائدة ساكنة مدينة بوجدور وكذا الأقاليم الجنوب. عودة لبعثة القناة لمدينة بوجدور. بالقاعة المغطاة بمدينة بوجدور التام جمع النساء وأطفال المدينة خلال صبيحة يوم الأحد للاستفادة من تدريب في رياضة الأيروبيك. التدريب الذي أطره أساتذة مختصين في هذا الصنف الرياضي تم خلاله إطلاع الحاضرات على مجموعة من النصائح والتمارين الرياضية التي من شأنها أن تساهم في حفاظهم على رشاقة أبدانهم. جينا باسم الجامعة نقوم بهذه الدورة ديال الدورة ديال مولاي الحسن واحتفال بهذه المناسبة. جينا بمدينة بوجدور اللي هي مدينة جميلة وجينا ننشطوا الناس ديالها وجينا نعرفوا على رياضة الأيروبيك والحمد لله كانت كثافة كبيرة لا من الصغار ولا من الكبار ولينا الشرف أننا نجوف وسط هذه المدينة هذه ونتعرفوا على هذه الناس هذو وكل الأمور الحمد لله داز بأحسن على أحسن ما يرام ومع شابات ومع نساء ديال هذه المنطقة هذه. اليوم جينا باش نلعبوا الرياضة، الرياضة مزيانة للصحة ديالنا، بغينا التنظيم يكون إن شاء الله يكون دائما لأن النساء ديال بوجدور كيتمنوا يعودوا ديما يعودوا يلعبوا الرياضة كيبغوها مزيانة وكل شيء، بزاف ديال الناس محرومين من هذه التظاهرة وتمنينا تعود تكرر ديما إن شاء الله. وكنشكروا النساء اللي جات اليوم باش تشارك معنا في التدريب الوطني باش يعرفوا ويتعرفوا على هذه الرياضة وباش يعرفوا بلي هذه الرياضة راه ماشي غير الفئات الكبرى وكذلك هي الفئات الصغرى. اليوم تيجينا في كأس الأمير مولاي الحسن درنا رياضة ديال الأيروبيك. أنا فرحان اليوم جيت تدربت مع صحابي هنايا. قمنا اليوم من الدار بكري فطرنا جينا القاعة كنجرو لعبنا صافي. حنا اليوم جايين مشاركين ومحتفلين بعيد ميلاد مولاي الحسن وعندنا رياضة والبدنية. التدريب من طرف جمعية الجامعة الملكية المغربية للرياضة الوتيرية من الجامعة الملكية المغربية للرياضة الوتيرية الرياضة البدنية والهيب هوب والأساتذة المماثلة من طرف المشاركات والمشاركين ومنين نفسها تتكرر مثل هكذا مبادرات بمدينة بوجدور.